قصتنا بتقول: أنا دكتورة صيدلانية عايشة مع بنتي في شقة لوحدنا بعد ما جوزي سافر الخارج علشان يشتغل. بنتي ملك، عندها 6 سنين، كل يوم باخدها معايا الحضانة وأنا رايح الشغل. عندي الصيدلية بتاعتي تحت البيت، بنزل أقعد فيها من بعد العصر لحد 11 بالليل. أحيانا باخد ملك تقعد معايا تحت، وأحيانا بسيبها عند الجيران. راجل وست طيبين كبار في السن، بس ربنا ما رزقهمش بأطفال. جوزي بيتصل بيا كل يوم عشان يطمن عليا وعلى ملك، واقول له احنا بخير. كانت الامور ماشيه تمام لحد ما حصل في يوم هجوم جيراني قالوا لي احنا مسافرين اسبوعين وراجعين تاني. الموضوع ده ربك حساباتي شويه، لانهم كانوا شايلين عني هم ملك، لان انا كنت بسيبها عندهم. بعد يومين من رجوعهم رحت اخدت ملك من عندهم، ورحت لمدام اميمه وقلت لها بعد اذنك هاتي لي ملك. اخدت ملك ودخلنا شقتنا، ولما رحت انيم ملك لقيت في ايديها دبدوب صغير، فقلت لها: طنط هي اللي اديتهولك ده يا روحي؟ قالت لي: لا، ده ميدو هو اللي اديهولي. انا استغربت، قلت لها: ميدو؟ ميدو مين؟ قالت لي: ابن انكل حسام وطنط اميمه. ازاي اصلا؟ هم ما عندهمش اولاد ومش بيخلفوا. قالت لي: لا يا ماما، هم عندهم ولد ورجعوا بيه من المصيف. طفيت النور وقفلت الباب ودخلت اوضتي، بس فضلت افكر في كلام ملك: مين ميدو ده وهم ما عندهمش اولاد اصلا؟ وبعدين قلت في بالي: طيب الدبدوب ده ملك جابته منين؟ معرفش، بس لازم اعرف. تاني يوم وانا بنايم ملك لقيتها زعلانه جدا، قلت لها: مالك يا ملك؟ قالت لي: ميدو اخذ الدبدوب مني وزعل. قلت لها: طب اخذ منك الدبدوب ليه وزعل ليه؟ فقالت لي: علشان هو يا ماما قال لي ما تقوليش لمامتك عني، ماما اميمه مخبياني وقالت لي اوعى تطلع من اوضتك. قلت لها: يعني هم مخبيين ميدو مش عايزين حد يعرف انه عندهم؟ انا فضلت افكر وقلت: غريبه دي، ازاي جيران اللي مش بيخلفوا عندهم طفل؟ ولو عندهم طفل ليه مش عايزين حد يعرف عنه حاجه؟ هل متبنيينه؟ حتى لو كانوا اتبنوه ليه مش عايزين حد يعرف؟ طيب خاطفينه مثلا؟ لا 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 لا، دول طيبين وما يعملوش كده ابدا. الموضوع فعلا مريب وانا لازم اعرف الحقيقه كامله. الليله اللي بعدها رنيت الجرس، فتحت لي مدام اميمه وقالت لي: ملك نايم، استني اروح اجيبها لك. فانا قلت لها: لا خليكي، انا اللي هجيبها. دخلت على ملك لقيتها صاحيه وبتلعب. قالت لي: كده يا مامي خضيتيه وخليتيه يستخبى؟ قلت لها: مين؟ قالت لي: ميدو. قلت لها: استخبى فين؟ قالت لي: اهو ورا الستار. بالراحه معايا في الجزء اللي جاي ده وركزي شويه. بصيت للستاره لقيت رجلين طفل صغير باينه من تحتها، ولسه يا دوب هروح ناحيه الستاره واشدها فحصل اللي ما لا يتوقعه عقل. تعالوا شوفوا حصل ايه. لقيت اميمه واقفه على الباب وبتقول لي بشده كده: في حاجه يا مدام ايمان؟ قلت لها: لا مفيش، اخدت ملك وقلت لها تصبحي على خير. بس رجعت الشقه وانا عارفه وحاسه ان في حاجه غلط بتحصل، في طفل مخطوف وانا مش لازم اسكت ومش هودي بنتي تاني عنده، وهحاول اشوف طريقه اتاكد بيها انهم خاطفينه فعلا، واحاول اعمل حاجه قبل ما يهربوا. الليله دي نمت ملك في حضني وخفت عليها ان انيمها في اوضتها، بس بعد الفجر حصلت حاجة غريبة جدا. صحيت وما لقيتش ملك جنبي. ملك، ملك انت رحت فين؟ جريت على اوضتها لقيتها قاعدة بتلعب مع الدبدوب. قلت لها: انت ايه صحاكي دلوقتي؟ قالت لي: ميدو يا مامي، شدني من ايدي وقال لي يلا نلعب. قلت لها باستغراب: ميدو هو راح فين؟ قالت لي: استخبى هنا جوه الدولاب. فتحت الدولاب بسرعة ولقيته فعلا مستخبي، قلبي اتقبض ساعتها. قفلت الدولاب بسرعة وفضلت اتنفس بصعوبة، وبعد كده فتحت الدولاب تاني: انت دخلت هنا ازاي؟ قلبي اتشل ساعتها علشان ببص ما لقيتش الطفل جوه الدولاب. فضلت ادور وسط الهدوم لكنه زي ما يكون فص ملح وداب. اخدت ملك في حضني وجريت على اوضتنا وقفلت الباب من جوه وقلت لها: اوعي تبعدي عني مهما حصل، انت فاهمه؟ تاني يوم فكرت في خطه وقلت لازم انفذها. رحت سبت ملك عندهم ورجعت بالليل علشان اخدها، بس قعدت مع مدام اميمه شويه قلت لها: تعالي اقعد معاكي، انت وحشاني لان زمان ما قعدناش مع بعض. فاستغربت من كلامي، بس بعدها راحت تجيب لنا عصير من المطبخ، وانا في ثواني اخدت مفتاح شقتهم وخبيته. وبعد الساعة 2 صباحا اتسحبت من باب شقتي وفتحت شقتهم بهدوء من غير ما حد يحس بيا. فتحت باب الأوضة بهدوء لقيت الولد نايم، اخدته في حضني وقلت له: ما تخافش، انا هنقذك من بين ايديهم، خايفة يعملوا فيك حاجة. وانا ضالعة بالولد من توتري اتخبطت في كرسي عمل صوت جامد، سمعت جوزها بيقول: مين بره على الباب؟ جريت بسرعة وانا شايلة الولد اللي صحي وفضل يعيط جامد. وانا وطالعة بسرعة عيني جت في عين حسام
جوز أميمة، فتأكدت إنه عرفني. دخلت شقتي بسرعة وخبيت الولد وقلت له ما تخافش يا حبيبي أنا معاك وهنقذك. سمعت صوت بيخبط على الباب، افتح بسرعة أنا شفتك، افتح الباب. فقلت لا مش هفتح، لازم أعرف الولد ده بيعمل إيه عندكم. بقول لك افتح الباب وإلا هكسره على دماغي. بعدها بربع ساعة سمعت صوت حد بيقول افتح يا مدام إحنا الشرطة. فتحت لهم بسرعة، ولما دخلوا سمعت جاري حسام بيقول الولد فين؟ خبيت الولد فين؟ اقبض عليها يا حضرة الضابط، دي خطفة طفل صغير من أهله، هو فين الطفل؟ فأنا قلت للضابط الولد جوه يا حضرة الضابط، اتفضل حضرتك. دخلت جوه واتصدمت، والضابط اتصدم لما دخل جوه ولقى عندي ولدين وبنت أعمارهم لا تتجاوز 7 سنين. الضابط قال لي مين الأطفال دول يا مدام؟ معرفتش أرد، ولساني اتلعس ومعرفتش أتكلم. بعدها قلت بنتي، أنا لازم أطمن على بنتي. رحت الأوضة ما لقيتش بنتي، مالك في أوضتها؟ مالك رحت فين؟ رد عليا يا قلبي مامي، لقيت مدام أميمة بتجري عليا وبتحضني وقالت لي اهدي يا إيمان علشان خاطري، وأنا بقول بنتي فين؟ وديته بنتي فين؟ طبعا الضابط وقف محتار وهو بيقول هو في ايه بالظبط؟ الست أميمة قالت له يا حضرة الضابط مدام إيمان بتعاني من حالة نفسية بسبب خطف بنتها ملك ولسه ما لقيوهاش لحد دلوقتي. والكلام ده كان من سنتين. ساعتها افتكرت كل حاجة واغمى عليا من الصدمة، ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى وجوزي كان جنبي لما رجع من السفر طبعا، وقال لي اطمني انا جنبك. الدكتور قال ان حالتي النفسية هي اللي وصلتني لكده، واني اخطف ميدو ابن استاذ حسام وطفلين تاني من جيراني، وطلعت انا اللي خطف الاطفال في الاخر. وطبعا اهالي الاطفال اتنازلوا عن المحضر بعد ما اطمنوا على اولادهم وعرفوا بحالتي النفسية. جوزي قال لي بعدها انا اسف اني سبتك وسافرت، ما كانش ينفع اسيبك في الحالة دي وابعد عنك، انت وقفت العلاج من ورايا وحالتك سائت من تاني بعد ما ابتديت تخفي، بس انا جنبك ومش هسيبك، وربنا يجمعنا تاني الملك. انا حاسس والله انها عايشة وبخير. حالة خطف. لو عجبتك القصة وعجبك الفيديو ياريت تشترك في قناتي على اليوتيوب بالله عليك، وتفعل زر الجرس وتستنى كل القصص والحكايات الجديدة.